طبعا بنك الائتمان الكويتي بالتأكيد جهة مسؤولة على تمويل المواطنين بموجب القانون، فبالتأكيد من مسؤوليتنا وواجبنا أن احنا نكون مستعدين لأي توزيعات مستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولكن مثل ما قلت لك بداية أختي الفاضلة، في هناك منظومة، بنك الائتمان جزء من هذه المنظومة، فيجب أن تكتمل جميعها حتى نكون مسؤولين في وضع أي وعود أو التزام على بنك الائتمان أو غيره قبل أن يصدر قرار. ولكن أرد أكد على مجلس الوزراء الموقر جل اهتمام هذه القضية لتوفير المسكن الآمن للمواطن الكويتي.